إذا بالنسبة لي جدول تغيرات الدالة F لكل X من اتحاد المجالين القطعة 0 1 والمجال 1 زائد من النهاية لدينا مشتقة الدالة موجبة. يعني هنا لهذا النوع من الدوال التي تغير شكلها، يعني لك يكون لها شكل في جزء من المجال وشكل آخر في جزء آخر من المجال، نقوم دائما نقوم يعني باتحاد المجالين، قمنا بحساب مشتقة في هذه القطعة ومشتقة في هذا المجال. لدينا هنا هذه المشتقة موجبة وكذلك المشتقة في هذا المجال موجبة، ويمكننا فقط أن نوضحها بالتأطير. يعني مثلا في المجال 0 1 لدينا هنا، طبعا هنا لدينا جدر X، الجدر النوني من الرتبة 3 ل X موجب 4 موجبة، إذن إشارة المشتقة هي 1 ناقص الجدر النوني 3 X. يمكن التأطير هنا في هذا هذه القطعة 0 1، يعني لدينا هنا X، X يعني محصور أصغر من أو يساوي 1 وأكبر من الصفر. يعني هنا يمكن لـ X أن ندخل الجدر النوني، تبقى دائما أصغر من 1، يستلزم إذا قمنا بالضرب في الناقص يعني نقوم بالتأطير من أجل تحديد الإشارة، ستكون أكبر من أو يساوي ناقص 1، الترتيب يتغير مع الناقص. وإذا قمنا بإدخال 1 ناقص الجدر النوني من الرتبة 3 أكبر من أو يساوي الصفر، إذن إشارة موجبة. طبعا إشارة يعني البسط هنا. وكذلك بالنسبة لهذا بالنسبة للمشتقة في المجال 1 زائد من النهاية، لدينا X موجبة لأنها تنتمي للمجال 1 زائد من النهاية، وجدر X موجبة أيضا 2 موجبة، إذن إشارة المشتقة هي إشارة X ناقص 1. هنا لدينا X كما قلنا يعني في المجال هنا، يعني X تنتمي للمجال 1 زائد من النهاية، أي أن X أكبر قطعا من 1، وهذا يستلزم إذا قمنا بأخذ 1 للطرف الآخر يعني X ناقص 1 أكبر قطعا من الصفر. وهنا أيضا نستنتج بأن المشتقة موجبة، أي أن يعني اتحاد المجالين هنا يعني مشتقة الدالة F موجبة. إذن هذا هو جدول تغيرات الدالة. مجموع التعريف هي 0 زائد من النهاية، كما قلنا الدالة لها يعني في القطعة 0 1 لها هذا الشكل، وفي المجال 1 زائد من النهاية لها هذا الشكل. وكما قلنا إشارة المشتقة هي إشارة موجبة، ولدينا المشتقتين تنعدمان في 1. هنا إذا عوضنا بواحد في البسط هو الصفر، وكذلك إذا عوضنا جدر النوني 3 يعني لإكس بواحد سيكون يعني 1 ناقص 1 هو الصفر. إذن المشتقتين تنعدمان في 1، يعني لدينا هم تنعدمان في 1، وإشارة المشتقة أو إشارة المشتقتين موجبتين. يعني هنا في المجال 1 زائد من النهاية مشتقة موجبة، وكذلك في 0 1 موجبة. إذن وعندما تكون المشتقة تنعدم وتبقى لا تغير إشارتها، تكون هذه النقطة هي نقطة انعطاف، وسنرى نقطة الانعطاف في السؤال 5000. إذن هنا لدينا تغيرات الدالة f دو x، إذن لدينا هنا في النقطة 0 في النقطة يعني كما قلنا النقطة الإحداثيات يعني أصل المعلم 0 0، لدينا مماس عمودي موجه نحو الأعلى في النقطة 0 0، إذن هذا الخط يعني أنه لدينا مماس عمودي موجه نحو الأعلى حسب يعني في الأسئلة السابقة. وبما أن يعني المشتقة موجبة، إذن الدالة تزايدية قطعا ليس قطعا، الدالة تزايدية لأنها تنعدم، المشتقة تنعدم في 1، الدالة تزايدية. ولدينا هنا طبعا واحد، قمنا بتعويض واحد هنا في الدالة، إذا قمنا بالتعويض بواحد سنجد هي 2، يعني النقطة الإحداثيات 1 2 هي نقطة انعطاف بالنسبة للدالة f دو x. إذن هنا مطلوب منا في السؤال 5000 أن نقوم بتحديد نقطة، يعني بين أن منحنى الدالة f يقبل نقطتي انعطاف يتعين تحديد زوج إحداثيتي كل منهما، يعني أن نقوم بتحديد إحداثيتي نقطة يعني انعطاف. يعني مطلوب منا أن نبين يعني أن الدالة تقبل نقطتي انعطاف، لقد وجدنا هنا نقطة الإحداثية 1 2، يجب أن نبين أن هناك نقطة ثانية أيضا، وطبعا هذا سوف نراه يعني في السؤال 5000.
وهنا يتوجب علينا حساب المشتقة الثانية. ده بالنسبة للسؤال 5 ألف بالنسبة لتحديد نقطة الانعطاف. إذن كما رأينا سابقا في جدول تغيرات الدالة، يعني بما أن الدالة يعني مشتقة الدالة F بريم تنعدم في واحد، يعني طبقا لجدول التغيرات المشتقة تنعدم في واحد بدون تغيير الإشارة، فإن النقطة ذات الإحداثيات 1 2 نقطة انعطاف المنحنى السائف. عندما تنعدم المشتقة في نقطة ولا تغير المشتقة إشارتها تكون تلك النقطة هي نقطة انعطاف. طبعا النقطة ذات الإحداثيات يعني المشتقة تنعدم في واحد ونعود واحد في الدالة نجد هي 2، يعني النقطة ذات الإحداثيات 1 2 هي نقطة انعطاف المنحنى السائف. إذن هنا من أجل تحديد النقطة الثانية، لأنه طلب منا أن نحدد نقطتين، سنقوم بحساب المشتقة الثانية F second. طبعا لدينا في القطعة 0 1 هذه الكتابة، هي هذه الكتابة فقط بتفريق البسط على المقام وتعويض الجدار النوني من الرتبة 3 ل X ب X أس 1 على 3، ستكون لدينا هذه الكتابة من المشتقة F prime. إذن F second سنقوم باشتقاق، يعني أن نشتق المشتقة مرة ثانية، هي المشتقة الثانية. إذن لدينا هي 4 طبعا من القوس. هنا لدينا يعني مشتقة x أس ناقص 1 على 3، سنقوم بإنزال ناقص 1 على 3 ستكون جداء. طبعا ناقص 1 على 3 ناقص 1، إذا سوف تكون هي ناقص 4 على 3. إذا قمنا يعني بناقص 1 هنا سنقوم بتوحيد المقام، هي ناقص 4 على 3. طبعا هنا ستكون ناقص 0 لأنه مشتقة 1 ثابت هي 0، إذا ستكون في الأخير هي ناقص 4. سنقوم بالنشر هنا، ناقص 4 على 3 جداء x أس ناقص 4 على 3، ويمكن يعني تحويل هذه الكتابة على هذا الشكل. طبعا هي ناقص 4 على 3 جداء 1 على يعني الجذر النوني هنا ل 3، يعني طبعا لأنه لدينا هنا الناقص، سنقوم بإنزال x للمقام، x أس 4. إذن لدينا يعني هذه الكتابة، إذن هذه هي كتابة يعني المشتقة الثانية طبعا في القطعة 0 1. سنقوم بحساب المشتقة الثانية أيضا في القطعة في المجال 1 زائد من النهائي بالنسبة لهذه المشتقة. إذن بالنسبة لحساب المشتقة الثانية في المجال 1 زائد من النهائي، لدينا لكل x من المجال 1 زائد من النهائي المشتقة، هذه هي المشتقة فقط. هنا قمنا بتعويض يعني x كما نعلم، يعني x جذر x يساوي هو ماذا؟ هو x جداء x أس 1 على 2. وهنا طبعا لدينا 1، إذا قمنا بجمع الأساس تصبح هي طبعا وتوحيد المقام كما هو معروف ستصبح هي 3 على 2 فقط. هنا قمنا بتعويض المقام ب x أس 3 على 2. إذا نقوم بحساب المشتقة الثانية f second، إذا طبعا هنا لدينا يعني عبارة عن دالة f على الجي. إذن سنقوم طبعا بتطبيق القاعدة في حساب المشتقة على شكل F على G، لدينا هي 2 مربع مشتقة البسط في المقام ناقص البسط في يعني مشتقة المقام. إذن هنا سنقوم بحساب البسط. طبعا مشتقة x ناقص 1 هي 1، تبقى لدينا 2x أس 3 على 2. هنا سنشتق هذه الكتابة، يعني x ناقص 1،
طبعا الشقيقة في الكتابة نقوم بإنزال 3 على 2 ونقوم بالناقص هنا، يعني هي في 2 في 3 على 2 جوج. طبعا هنا إذا قمنا ب يعني ناقص 1 هنا ستكون هي 3 ناقص 2 على 2 يعني هي في إكس أس 1 على 2. طبعا هنا نقوم يعني برفع القوة، طبعا هنا سوف تصبح يعني 2 مربع هي 4، وهنا يمكن إدخال 2 على الأس تصبح هي 3 يعني إكس أس 3. المشتقة الثانية تساوي، سنقوم بالتبسيط البسط أيضا. هنا يمكن تعويض إكس أس 3 على 2 بالكتابة التي لدينا هنا، يعني إكس جذر إكس نقوم بتعويضها، يعني 2 إكس جذر إكس ناقص، يعني هنا يمكن اختزال 2 مع 2 ناقص إكس ناقص 1 طبعا جداء، وطبعا هنا تصبح يعني 3 جذر إكس، يعني إكس أس 1 على 2 تعوض بجذر إكس، ويبقى المقام كما هو. إذن هنا نقوم أيضا بنشر هذه الكتابة. ستكون هي ناقص، نقوم بالنشر 3 إكس جذر إكس ناقص 3 جذر إكس. هنا 2 إكس جذر إكس ناقص 3 إكس جذر إكس هي ناقص إكس جذر إكس، يعني ستصبح هنا هنا طبعا هنا فقط لكي لا ننسى، هنا لدينا الناقص ستكون ناقص، لكن هنا لدينا ناقص ناقص هي زائد ستصبح هي زائد، هنا سيكون إشارة زائد، يعني ستساوي يعني كما قلنا 2 إكس جذر إكس ناقص 3 إكس جذر إكس هي ناقص إكس جذر إكس، يعني 3 جذر إكس ناقص إكس جذر إكس على 4 إكس أس 3. هنا طبعا يمكن التمييز بجذر إكس. إذن هنا قمت بالتمييز بجذر إكس. إذن لدينا هذه الكتابة بالنسبة للمشتقة الثانية في المجال 1 زائد من النهاية، وقمت بإنشاء جدول تقعر، يعني نقوم بإنشاء جدول تقعر حسب إشارة المشتقة الثانية. طبعا لكي أذكركم يعني قمنا بحساب المشتقة الثانية في القطعة 01، سأذكركم يعني بالمشتقة كانت كتابتها على هذا الشكل. المشتقة الثانية في القطعة 01 هي ناقص 4 على 3 جداء 1 جذر 3 إكس أس 4، وهذه يعني إشارتها سالبة. طبعا إذن في هنا إشارة المشتقة الثانية في القطعة 01 يعني المشتقة الثانية إشارتها سالبة، وطبعا هي غير معرفة في الصفر، وكذلك غير معرفة في 1 لأنه قمنا بحساب المشتقة الثانية في 1 زائد من النهاية. إذن وهنا بالنسبة للمشتقة الثانية في المجال 1 زائد من النهاية لدينا يعني x أس 3 موجبة، لأن يعني x تنتمي للمجال 1 زائد من النهاية، و4 موجب وجدر x موجب. إذن إشارة المشتقة الثانية هي إشارة 3 ناقص x، وإذن في المجال 1 زائد من النهاية 1 زائد من النهاية لدينا هنا يعني هذه يعني 3 ناقص x تنعدم في 3، وطبعا إشارة A اليمين إشارة A هي الناقص، وعكس إشارة A على اليسار إشارتها يعني موجبة. وهنا لدينا هنا كما قلنا مشتقة يعني الإشارة المشتقة الثانية،
فهنا تقعر المنحنى. إذن هنا فقط كتذكير، يعني في الرياضيات عكس يعني العلوم الحياة البيولوجي، أنه كما نعلم يعني في البيولوجي التقعر شيء، مثلا التقعر في البيولوجي هو هذا مقعر في البيولوجي، لكن في الرياضيات هذا يسمى مقعر، يعني مقعر في الرياضيات عكس البيولوجيا، يعني هذا يسمى مقعر. وطبعا عندما تكون ناقص يكون مقعر بهذا الشكل، وعندما تكون زائد يكون محدب، هذا محدب وهذا مقعر. إذن مقعر في القطعة 0-1 مقعر، محدب في القطعة 1-3، ومقعر في المجال 3 زائد ما لا نهاية. وهنا نستنتج بأنه بما أن المشتقة الثانية تنعدم في 3، طبعا المشتقة تنعدم في 3، فإن النقطة ذات الإحداثيات نقطة ب ذات الإحداثيات 3-4 جدا 3-3 نقطة انعطاف المنحنى السائف، النقطة التي تنعدم فيها المشتقة الثانية هي نقطة انعطاف. طبعا هنا 3 فقط نعوضها طبعا في المجال 1 زائد، يعني في هنا في هذا الجزء يعني f دو x، هذا الشكل اللي f دو x إذا عوضنا ب 3 سنجدها هي 3-4 جدر 3-3. كما قلنا أيضا بأن في النقطة 1 أيضا نقطة انعطاف، لأن المشتقة تنعدم في 1 ولا تغير إشارتها كما قلنا في النقطة أ ذات الإحداثيات 1-2 أيضا نقطة انعطاف. إذن بالنسبة للسؤال 5 ألف، نقطتي الانعطاف هي النقطة أ ذات الإحداثيات 1-2 انطلاقا من جدول التغيرات، والنقطة ب ذات الإحداثيات 3-4 جدر 3-3. إذن كل ما اشتغلنا عليه يعني في التمرين سنراه الآن، يعني هنا السؤال 5 ب في منحنى الدالة السائف. إذن لدينا هذا منحنى الدالة السائف، كما قلنا الدالة معرفة على المجال 0 زائد ما لا نهاية، لدينا هنا في النقطة 0 حسب جدول التغيرات، يعني يمكنكم أن يعني فقط لكي نتذكر جدول التغيرات، لدينا في النقطة 0-0 مماس عمودي متجه نحو الأعلى، يعني نحو الأراتيب الموجبة زائد ما لا نهاية. إذن لدينا منحنى الدالة يأتي يعني تزايدي في القطعة 0-1 من المماس العمودي نحو المماس الأفقي. هنا لدينا مماس أفقي، يعني كما قلنا أن المشتقة تنعدم في النقطة 1 ولا تغير إشارتها، المشتقة لا تغير إشارتها. إذا النقطة ذات الإحداثيات 1-2 هو يعني في النقطة ذات الإحداثيات 1-2 لدينا مماس أفقي، لأن المشتقة تنعدم في النقطة يعني 1، وأيضا 1-2 كما قلنا يعني النقطة أ ذات الإحداثيات 1-2 هي نقطة انعطاف، يعني هنا لدينا انعطاف كما نرى المنحنى يأتي على هذا الشكل وينعطف ريفلكسيون أو انعطاف. وطبعا أيضا لدينا انعطاف ثاني، وكما نرى هنا هذا الشكل في القطعة 0-1 في جدول التقعر، لدينا كما نرى هذا الشكل، هذا يعني مقعر، إذا لدينا مقعر هنا لنرى يعني التقعر يعني جدول التقعر يعني مع منحنى الدالة. ولدينا هذا الشكل هنا يتغير التقعر، إذا رأينا هنا يكون على هذا الشكل، هذا يعني هنا محدب، لدينا هنا يتغير التقعر. وفي النقطة ذات الإحداثيات طبعا هي ب 3-4 جدر 3-3، هذه النقطة 3 التي تنعدم فيها المشتقة الثانية، هنا يتغير التقعر مرة أخرى فيصبح المنحنى يعني يصبح مقعر على هذا الشكل هذا كما نرى هنا في المنحنى في المجال 3 زائد ما لا نهاية. وإذا تذكرتم قمنا بتحديد الفروع اللانهائية، قمنا بحساب نهاية الدالة f دو x عندما تؤول x إلى زائد ما لا نهاية فوجدناها زائد ما لا نهاية، ثم قمنا بحساب نهاية الخارج f دو x على x ووجدناها أيضا تساوي الصفر، وقلنا بأن المنحنى السائف يقبل محور الأفاصيل كاتجاه مقارب بجوار زائد ما لا نهاية، هنا جوار زائد ما لا نهاية يعني الأفاصيل الموجب، ويكون منحنى الدالة على شكل فرع شلجامي، هذا يسمى فرع شلجامي. إذن هذا فيما يتعلق ب يعني التمرين 5 لدراسة الدوال العددية، وسيكون آخر تمرين. إذن نراكم في الدوال اللوغاريتمية، وشكرا لتتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.